طبعا من أكبر الإشكاليات اللي وقع فيها يعني الخطابات الحدثية في تناول نظرية المقاصد لما عزلوا مقام المقاصدية عن معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية اللي هو اختزال لمفهوم مقاصد الشريعة. يعني أحد أكبر الإشكاليات اللي تلمس الإنسان وهو يقرأ لمفكر الحداثة العرب في تناول المقاصدية إن حصروا مقاصد الشريعة ومصالحها الشرعية المعتبرة في قائمة قصيرة جدا مما يتعلق بالمتطلبات المادية الدنيوية. يعني تجد عقلية الحداثي هو يطرح عليك سؤال المقاصدية هو يستحضر مجرد متطلبات قليلة جدا من القيم المادية الدنيوية، إن هذه مقاصد يعني كسياسة المصالح العامة، تحقيق الرفاه المادي، تهذيب الأخلاق الاجتماعية، هذا دائما لافت النظر وغائب عن وعيه تماما أن ترى جزء من المقاصد الشريعة الأساسية اللي هو ذكر الأخ الكريم إيش؟ المصالح الأخروية. أن المصالح، أن الشارع لما أنزل هذا الوحي نعم أنزله لمراعاة مصالح العباد في العاجل حياة الدنيا وفي الآجل في الحياة الأخروية. وعبارات الأمة في هذا السياق متعددة ومشهورة جدا، يعني من أشهر العبارات الشعاراتية في هذه القضية عبارة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما يقول: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها الرحمة يعني ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مثلا تخرجت إلى آخر العبارة. يقول في آخرها، يقول: فالشريعة التي بعث الله بها رسوله وهي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فالشريعة إنما أنزلت من أجل المحافظة على مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فأول إشكالية نشأت بسبب فك الارتباط بين الأحكام التفصيلية الجزئية وبين توليد مقاصد الشريعة، أنه صار ثمة نوع من أنواع الوهم الحداثي بأن المقاصد إنما أتت الشريعة من أجل خدمة مقاصد دنيوية. هذه إشكالية الأولى. طبعا لافت النظر لما يستقرأ الإنسان النصوص الشرعية ثم يستقرأ المدونة التراثية سيجد أن مسألة المصالح الأخروية ليست فقط معتبرة من جهة الشارع بل هي المقام الأصيل، وأن المصالح الدنيوية كأنما هي مصالح تبعية بالمقارنة بالمقاصد الأخروية. ولذا مثلا يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق، ويقول: والمصالح المفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح المفاسد الدنيوية باتفاق. ويعني كثيرة عبارات الأئمة في هذه القضية. ولذا تجد لما يبون يرتبون الضروريات الخمس دائما يجعل الرأس الضروريات الخمس الدين. يعني من القضايا اللافتة ليس وقوع الخطأ فقط في استبعاد الدين أو استبعاد المصلحة الأخروية من منظومة المقاصد الشرعية، الإشكالية أن ما استبعد هو الأصيل، هو الأهم مما استبقي، مما استبقي. طبعا يعني وحتى يدرك الإنسان كارثية وخطورة القضية، أن في النهاية يكتشف الإنسان أن قائمة المقاصد الشرعية ليضعها مفكر الحداثة العرب تعود بحسب انتماءاته من الحزبية التيارية. يعني تجد في الأخير يتوهم المنتمي للحزب الاشتراكي بأن مقاصد الشريعة، أن الله أنزل الوحي من أجل إيش؟ تحقيق القيم الاشتراكية والليبرالية، القيم الليبرالية. هذه يعني إشكالية في غاية الطرافة. وبالمناسبة يعني وهذه قضية تلفت النظر في دراسة كثير من التيارات الفكرية. يقول الإنسان أنه يلزم من يتبنى الرؤية الفلانية 1 2 3، يفجع الإنسان ويقرأ المدونات القائمة أمامه أن إيش؟ إنهم يلتزمون بها فعلا. أن القضية أن تتوهم أن هذا مجرد لازم ولا تدري هل التزم وما تلزم، فتكتشف لا، أنه مصرح به، هو جزء من مقوله ليس جزء من لوازم قوله. من الأشياء الطريفة اللي نبه ليها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسيتضح في ثناء الموضوع، بأن يعني الإمام الشاطبي إذا ذكر مجرد يقفز الذهن مباشرة قضية المقاصد والمقاصدية، وذكر المقاصدية يقفز الذهن اسم الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما تكلم عن المصالح المترتبة على جملة من التشريعات المتعلقة حتى بالتعبدات. قال يعني خلنا أذكر الكلام هذا، لأن كلام لطيف وجميل ويعبر عن دقة وعمق نظر ويعبر عن التراتبية المتعلقة بالمصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. يقول: الصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه. يعني ما هو السبب الباعث على مشروعية الصلاة؟ فيقول لك الشاطبي: الخضوع لله سبحانه وبإخلاص التوجه إليه، والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري،
لذكري، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون، في حديث أن المصلي يناجي ربه. فيرى أن الدلائل الشرعية تدل أن هذه المقاصد لتشريع عبودية الصلاة. قال ثم إن لها مقاصد تابعة. طيب هذا هو المقصد الأصيل، في مقاصد تبعية. إيش مقاصد تبعية؟ يقول كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا. لاحظ مصلحة الاستراحة إليها من أنكاد الدنيا مصلحة أخروية ولا دنيوية؟ لاحظ، فهو يقول لك، بيقول لك هذا، لكن يجعلها مصلحة إيش؟ تابعة. ولاحظ عمق النظر في تفصيل ما يتعلق بعبوديات. الوهلة الأولى يخطر في بال الإنسان ليس لها غرض كما يقال دنيوي. يقول في الخبر أرحنا بها يا بلال، زين، وفي الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة وطلب الرزق بها، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وفي الحديث في تفسير هذا المعنى. وذكر يعني عدة ملاحظات، ذكر كلاما مشابه له في عبودية الصيام، بل في أثناء حديثه في عبودية الصيام قال وكذلك سائر العبادات، فيها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله إلى آخر الكلام. فالشاهد أن من القضايا اللي كانت واضحة عند علماء الإسلام ويتناولون نظرية المقاصد، أن مقاصد الشريعة من جهة الأصالة لتحقيق المصالح والمكتسبات الأخروية، ولذا قدموا الدين في اعتبار المقاصد وجعلوه المقدم في الضروريات الخمس، وفي المقابل لم يلغوا الاعتبار للمصالح الدنيوية لكن جعلوها تابعة للمصالح الأخروية. والله عز وجل نبه طبعا لهذا المعنى في قوله تبارك وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فليس القصد يعني بالتهوين من المصالح الدنيوية أن إلغاء المصالح الدنيوية، لكن هو إعادة هرم الأولويات في التصور الشرعي. طبعا من أجود الكتب اللي عالجت هرم الأولويات أيهما أولا، الدنيا والآخرة، هل الشريعة وسيلة لتحقيق الرفاه الدنيوي ولا الشريعة والدين وسيلة لتحقيق النجاة الأخروية؟ من الذي يقف على رأس القائمة؟ من أجود الكتب كتاب مآلات الخطاب المدني للشيخ إبراهيم السكران، كتاب يعني ذكرته يمكن في أكثر يعني من مناسبة، وهو من أهم المنتجات الفكرية اللي قدمتها الساحة المحلية.